حياكم الله. العراق الجديد يحفظ خطى ليسبق التحديات ويجتاز الأزمات والتراكمات ويبدأ مسيرة جديدة مستقرة أمنيا ومزدهرة خدميا، ولكن وجود التحالف الدولي وانعكاساته من جهة والفساد اللي راح يتغلغل في كل المشاريع وتغلغل بالفعل من جهة أخرى يعرقلان مسيرة النهوض، فالأول يقف عازلا بينه وبين أمنه والآخر يحطم طموح العراقيين، وما بين الاثنين حكومة خدمات وحكومات جديدة في المحافظات. فهل سترجح الكفة لتغيير الواقع البائس أم أن لما ذكر سلفا رأي آخر؟ نبدأ وياكم حصادنا مع هذا التقرير. قوات التحالف الدولي العنوان المبهم الوجود والمهام، ولا يجني العراق منه غير الخراب والدمار. جاء بطلب قبل عقد من الزمن لمساعدة العراق في حربه ضد داعش، والآن يطالب حكومة السودان بحماية وجوده والقواعد المتواجد فيها لتنفيذ مصالح ومآرب خطيرة. وفق التقديرات المعلنة، فإن عدد قوات التحالف الدولي في العراق يتجاوز 2500 جنديا ومستشار منتشرون في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل. أما لوجستيا فلا يعرف حجم معداتهم وأسلحتهم المتواجدة في هذه القواعد، ولكنها واضحة من خلال الاستهدافات والخروقات الأمنية المتكررة لهم باستهداف مواقع وشخصيات عراقية عبر الطائرات المسيرة. مهام التحالف الدولي تحولت من الأمن إلى التهديد في العراق بعد تحول مسارهم لدعم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة الإسلامية في المنطقة، وهذا ما فسره خرق القوات الأمريكية للسيادة العراقية عبر استهداف مقرات الحشد الشعبي في بابل والقائم وعكاشات وقياداته في بغداد، رداً على هجمات فصائل المقاومة على المواقع الصهيونية ونهجهم بالدفاع عن القضية الفلسطينية. فهل سيبقى هذا التهديد مستمراً أم سينتهي عاجلاً أم آجلاً، سواء كان ذلك بالحوار أو القتال؟ أي مواطن يشعر بالمواطنة الصحيحة في أي بلد لا يفضل أن تحمي قوات أجنبية. أعتقد اليوم التحالف الدولي أصبح وجوده مشكلة في العراق. التحالف الدولي عبارة عن كذبة، أصلاً ما في تحالف دولي، هي أمريكا مسيطرة على مجلس الأمن. يجب أن ننتقل من قضية محاربة داعش إلى باقي الاتفاقية. التحالف أقدم على جرائم ارتكبها بحق الشعب العراقي. التحالف احنا ما نبقى مسلمين ايدنا ومسلمين اجواءنا العراقيه بيد التحالف. محور ملفنا الاول راح نتكلم به مع ضيفنا النائب السابق حسن فدعم الجنابي، حياكم. حياكم الله. اهلا وسهلا. استاذ حسن، بدايه نبدي، داعش ممكن يعود للواجهه من جديد؟ شكرا لكم وتحية لمشاهدينكم وتحية أيضا لكادر قناتكم الموقرة. حياكم. داعش صنعت من أجل أهداف معينة محددة، العراقيين فهموا أهداف صناعتها وواجهوها بكل شجاعة. وداعش لم ينتهي فقط في العراق، بل استطاع العراقيون أن ينهوا هذه الخرافة من الخارطة بشكل عام. ما بتبقى من عصابات تلوذ بالصحاري، تلوذ بالمناطق النائية، هي عصابات إجرامية ممكن تتخذ من داعش كغطاء لها في محاولة إرباك الوضع الأمني. لكن داعش كتشكيل إرهابي مدعوم ممول لديه استراتيجية معينة، فشلت هذه الاستراتيجية، وهي كانت تعتمد بشكل أساسي ببناء دولة تسمى العراق والشام، دولة إسلامية في العراق والشام. هذا المشروع انتهى وما عاد موجود، و كل قياداته ومنظريه والبنى التحتية لهذا المشروع اللي أعدت دوليا أعدت تم تهديمها بشكل كامل في العراق وعلى أيدي أبطالنا العراقيين. وكان السبب الأساسي طبعا فتوى الجهاد الكفائي، هي كانت السبب الأساسي. ما كان الآن ما عاد هناك أي تهديد لوجود داعش كما كان في السابق. هناك عصابات إجرامية ممكن أن ترتكب بعض الجرائم في بعض المناطق الرخوة الخالية من وجود العسكري، لكن لا يمكن أن تمسك أرض، لا يمكن أن تهدد السلم في العراق. والقوات الأمنية باتت قادرة
على مواجهة هذه العصابات بإمكانياتها الذاتية بخبراتها الاستخبارية والعسكرية، ولم يعد هناك أي حاجة للاستعانة بأي طرف دولي من أجل إنهاء عصابة داعش. داعش صناعة أمريكية، ليش الأمريكان دائما يهددون بداعش في حال انسحاب قواته من العراق؟ طبعا احنا هسه نقول داعش صناعة أمريكية، أنا ما أريد أحكيها لأنه هذا مو احنا نقولها، هم الأمريكان يقولون، هم اعترفوا، هم اعترفوا في التنافس الانتخابي. أثناء التنافس الانتخابي كان هناك اتهامات متبادلة في داخل أروقة العملية الانتخابية بين الجمهوريين والديمقراطيين، وأعلن أن داعش هي صنيعتهم وهدف من صناعتها. لكن هذه الورقة التي ما زالت إلى الآن تستخدم من قبل الأمريكان في سبيل تهديد العراقيين أو التلويح بداعش مرة ثانية، حقيقة هي هذه الطريقة لم تعد نافعة، والعراقيين لا يخشون من هذه الورقة أبداً، بل بالعكس العراقيين مصممين، يعني العراقيين مصممين على إنهاء هذه الخرافة بشكل كامل. ممكن يصدر بشكل جديد أستاذ حسن؟ أنا أستبعد أي إمكانية، حتى البيئة الحاضنة لهذه العصابة في بعض المحافظات ما عادت موجودة. هذه المحافظات يعني اكتوت بنار داعش وتألمت من ضربة داعش كثيرا، كان يدعون أنهم حماة لهذه المحافظات، يدعون أنهم سند لهذه المحافظات وأهلها وشعب هذه المحافظات، بالتالي هذه المحافظات مدمرة، أهلها مهجرين، مئات الآلاف بين المهجرين بين القتلى بين لكن داعش فكرة والفكرة لا تموت، أكو ناس حتى الآن يعتقدون بها ويدافعون عنها سيادتنا. نعم الفكرة ما زالت موجودة، وهذا الفكر إذا ما تحول إلى عمل عسكري ما نقدر نواجهه بالعمل العسكري، الفكر يواجه بالفكر، واليوم هذا جلستنا هاي اليوم هي أهدى مواجهة هذا الفكر. نعم. تبيان خطورته على أهالي تلك المحافظات وتبيان خطورته على أفراد المنتمين إلى أيضا. نعم. خاصة بعد ما شفنا في اللقاءات الأخيرة اللي نزلت في بعض القنوات لزوجة البغدادي، مجرم البغدادي وبنته وكبار قادته، ويتحدثون عن طريقة إدارة هذا التنظيم لمئات الآلاف من المغفلين اللي دزوهم للمحرقة بدون وعي، وشراهتهم في ملذات الدنيا وشراهتهم في الاستحواذ على أموال الناس وأعراض الناس وانتهاكها أصبحت واضحة جداً. فمواجهة هذا الفكر طبعاً أكو هناك، يعني العراق يتحمل مسؤولية كبيرة الآن في مواجهة هذا الفكر، وأعد يعني شبكة الإعلام العراقي، القنوات الفضائية، الإعلام، المراكز التربوية والتعليمية، منظمات المجتمع المدني الآن جاي تعمل، جاي نتابع بعض البرامج الجيدة في مواجهة هذا الفكر فكرياً. عسكرياً هناك مؤسسات أمنية وعسكرية تقوم بجهد كبير وجيد في مواجهة هؤلاء على الأرض، وجاي نشوف يوميا مجموعة من الإصابات أما أن تقتل أو تعتقل في أماكن متفرقة من أماكن تواجد داعش. خلينا نحكي فكريا، هسا عندنا مخيم الهول ومخيم الجدعة، حاليا بقنابل بشرية ممكن تستفز العراق أمنيا بضغط أمريكي وبتحريك أمريكي، العراق ليش ما يتعامل مع هذا الملف؟ طبعا التعامل مع هذا الملف بجنبه يعني الحكومة تخشى من الوضع الشعبي، يعني هناك رفض شعبي لهؤلاء بالعودة إلى مناطقهم. طيب. هذا جانب، طبعا هذا جانب يشكل أهمية كبيرة لدى الجهات المعنية في المؤسسة الأمنية العراقية والحكومة، طبعا الحكومة تشوف إذا تبنت نقل هؤلاء إلى داخل العراق وكأنه جابوا قنابل دخلوها العراق. طبعا أشعر أن القضية مبالغ بها جدا، أنا عندي معلومات يعني تفصيلية عما يحصل ويدور في هذه المخيمات، فترة من الزمن تابعت بشكل مفصل يعني بتكليف من أطراف عراقية بأن نتابع ما يحصل في هذه الأماكن. زين. وحقيقة الوضع مبالغ به كثيرا. شنو يعني مبالغ؟ يعني هؤلاء يريدون أي طريقة للنجاة من هذا الأسر والنجاة من هذا السجن، وأكو إمكانية كبيرة لاستيعابه. نعم هناك مجاميع منهم تربوا على فكر داعش ويحملون فكر داعش، لكن بمجرد أن يخرجوا خارج أسوار هذا المحتجز يمكن أن يندمجون المجتمع، ويمكن أن توجد برامج يعني إيجاد برامج لتأهيل هؤلاء واندماجهم بالمجتمع بشكل تدريجي. يعني الحكومة الآن عندها وقت وعندها فلوس حتى تعيد تأهيل هؤلاء الناس. نتيجة العراقيين، نتيجة أطفال عراقيين ما عندهم ذنب، يعني هم أطفال
تغذوا من فكر معين، وهذا تقصيرنا. أنا أرجع أقول هذا الفكر اللي صار، هناك تقصير كبير لدى منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الدينية في بيئتهم، طبعاً أقصد في بيئتهم ومنطقة مناطقهم. هناك تقصير سياسي، لأن كان السياسيين يغذون الحقد والطائفية في خطابهم للحصول على مكاسب سياسية، بالنتيجة تحولت إلى أفكار طائفية خطرة، عسكرية، إجرامية. حسن، ما هو الموضوع هسه خطر؟ شلون تقدر أنت تميز بين من يحمل الفكر وبين ما يريد يندمج بالمجتمع من جديد؟ أكو تجارب، أنا ما جاي أتحدث عن فرضية أو توقع أو تحليل، أجي أحكي عن تجارب عالمية. كثير من كبار الحركات الإرهابية اللي في السجون بعد إطلاق سراحهم يتابعون ويؤهلون، وهم إرهابيين، مو عوائل إرهابيين، مو أطفال ونساء، لا، هم نفسهم الإرهابيين، تخلوا عن السلاح واندمجوا بالمجتمع. وأكو تجارب في تركيا، سمعت أضرب أمثلة في بعض المناطق، هناك تجارب في تركيا وفي مناطق أخرى، مئات المسلحين، عشرات، تجارب في معارضة الجمهورية الإسلامية في مناطق شمال غرب الجمهورية الإسلامية، أيضا صار تطبيع لبعض الأشخاص. الجمهورية الإسلامية ما عليها نفوذ أمريكي ولا عليها ضغط أمريكي، هذول ورقة بيد الأمريكان. لا، هم مو بالعنوان هذا، ما نقدر نقول ذولا ورقة، الآن هم يستخدمون كورقة، لمن هم تحت سلطة الأمريكي هم ورقة ضغط، لكن لما يكون تحت سلطة العراقي والمنظمات المتعددة العراقية راح تتابع، والملف الأمني راح يتحول إلى يد العراقيين، هنا قدرة من السيطرة عليهم. طبعا الأمريكان يبالغون، هم ينفخون بخطورة هذا المجمع أو هذا المحتجز الهول في سبيل استخدامها كورقة ضغط على العراقيين وعلى الحكومة العراقية، لكن واقع الحال أنا أشجع الحكومة العراقية والجهات المعنية في الحكومة العراقية على تفكيك هذا الملف، وهناك إمكانية لتفكيكه. وحسب ما أنا فهمت ومطلع أن السيد قاسم الأعرج لديه رؤية جيدة في هذا الملف، ويستطيع تبني حل هذا الإشكال، لكن بشرط أن يعني تبتعد بعض الضغوط التي يمكن أن تمارس على المؤسسة الأمنية. ضغوط من قبل منه؟ وشنو طبيعة هذه الضغوط؟ الأمريكان هم الطرف الأكثر ضغطاً في هذا الملف، ويعني أنا ما أشعر أن هناك رغبة لدى الأمريكان بحل ملف الهول، وبعض الأطراف تجعل هناك تخوف لدى العراقيين، لدى الحكومة العراقية من الدخول في هذا الملف، وبعضهم مجرد صار تفكير في 2020 على ما أتذكر أو 19 في استعادة هؤلاء، أصبحت هناك هجمة إعلامية على أن الحكومة العراقية تريد إرجاع الإرهابيين إلى العراق، وهناك مشكلة في غير العراقيين اللي دولهم رفضت إرجاعهم إلى مناطقهم. يتم التعامل وياهم؟ أي دولة أخوان، ما تحمل مسؤولية هؤلاء، دولة تحمل مسؤولياتهم المنظمات الدولية، المؤسسات الدولية، لكن احنا طبعا العدد العراقيين هو يشكل النسبة الأعلى، ويجون بعدهم السوريين. إذا كان هناك حوار، وأنا على ما أعتقد هناك حوار الآن بين الحكومة العراقية والسورية من أجل استيعاب العراقيين والسوريين، يستوعبون السوريين، وما تبقى أعداد ضئيلة جدا هم أجانب من جنسيات مختلفة. ممكن هؤلاء طبعا بعضهم هم مجن يعني أصولهم عربية، من مصر، من تونس، من كذا، لكنهم مقيمين في ألمانيا، في فرنسا، تلك الدول أسقطت جناسي بعضهم، وبعضهم ترفض عودتهم إلى تلك الدول، يعني يرفضون عودتهم إلى تلك الدول، ما تقبلهم. زين، هسه أكو ضغوط أمريكية على القوات الأمنية العراقية، ممنوع القوات الأمنية العراقية تقترب من بعض المناطق مثل وادي الشاه. نعم صحيح، مو بس وادي الشاه، مناطق يعني أكو مثلث يفصل الحدود العراقية السورية الأردنية. هذا المثلث هو منطقة محظورة على القوات العراقية دخولها، والأمريكان تحولوا من قوات التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش في العراق، اللي هو عنوانهم الرسمي هذا، التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، من هذا العنوان تحولوا إلى مطاردة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة والإضرار بمصالح العراق ومحاصرة العراق ومنع من فرض سيطرته على أجزاء كبيرة من أراضيه، وهذه مهام خلاف المهام المكلف بها التحالف الدولي. لذلك من دور الحكومة العراقية؟ لذلك الحكومة العراقية عازمة بقرار من الإطار التنسيقي وبإطار من وقرار من تحالف إدارة الدولة، تبنت الحكومة مع الأجهزة الأمنية بإنهاء التواجد
التحالف الدولي وتغيير مهام ونوع العلاقة مع هذه الدول، دول التحالف الدولي بعضها طبعا مو كلها راح تتحول علاقة من علاقة عسكرية وتحالف دولي ومحاربة داعش إلى علاقة اقتصادية وتنموية واستثمارية. هاي وجهة نظر الحكومة العراقية. نعم. الأمريكان يتفقون مع هذه وجهة النظر؟ في أكثر من تصريح من البنتاغون ما أشاروا إلى خروج قواتهم من العراق. معلوماتي أن ما يصرحون به غير أو خلاف ما يتحدثون فيه مع اللجان المختصة العراقية. أعتقد قرب الانتخابات الأمريكية وبدء الآن جولات التنافس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي هي السبب في اتخاذ تصريحات أو إطلاق تصريحات من قبل الأمريكان بعدم تبني ما يدور داخل أروقة الحوار العراقي الأمريكي. ما يدور في الحوار هو رغبة أمريكية بالانسحاب والخروج من العراق، ولكن قرب الانتخابات ربما سيحرج الحكومة الديمقراطية في أمريكا أمام ناخبيها، وتستخدم هذه ورقة من قبل الجمهوريين على الديمقراطيين بأنكم خرجتم من العراق بهزيمة وخسارة وطردتم من العراق، فما يريد تستخدم هذه الورقة في الانتخابات، لذلك يؤجلون الحديث إعلاميا عن هذا الأمر. حضرتك قلت أنه هسه القوات الأمريكية تستهدف الحشد، بأي طريقة تستهدف الحشد؟ وليش كل الدق على الحشد الشعبي دون عن بقية القوات الأمنية العراقية؟ طبعا الحشد أولا هو مؤسسة يعني عقائدية قبل لا تكون عسكرية، باعتبارهم هم ما تشكلوا قرار مجلس وزراء قوة أمنية كما تشكلت بعض الأجهزة الأمنية. الحشد الشعبي تشكل فتوى مرجعية، فتوى جهة دينية، وهي المرجعية العليا في العراق لتحمل القيادة الروحية للأكثرية العراقية من الطائفة الشيعية، فهي قوة عقائدية. اثنين هي قوة تقريبا لديها الخبرة الكبيرة في مواجهة عصابات داعش، ويجيدون حرب الشوارع ويجيدون حرب العصابات، ولربما هي الجهة الوحيدة التي تملك هذه الخبرة العالية في هذا المجال، والشواهد العمليات العسكرية اللي طيلة سنوات التحرير. لذلك فهي جهة أكثر ضرارا بمصالح من تبنى دعم داعش ومشروع داعش، فبالتأكيد سيستهدفون، وخاصة أن هذه الجهة تعلن بشكل واضح أنها تطالب بالسيادة العراقية الكاملة ولا ترضى بالسيادة المجتزئة، وتطالب بخروج الاحتلال من العراق، وموقفها واضح من وجود الأجنبي، وهي من عبرت عن قدرة العراق على مسك الملف الأمني. طيب. في العراق أكو جهات سياسية داعمة لقصف الأمريكان لمقار الحشد الشعبي، أو تريد القوات الأمريكية تبقى؟ يعني قصدك يقصفون هم اللي يردوهم يبقون؟ هذا يعني مثلا هسه أكو كتل سياسية مؤيدة بطريقة أو بأخرى لقصف مقار الحشد الشعبي، لا وتدور لها بعض على ذريعة حتى تبرر هذا القصف. اليوم ممكن هذه الجهات السياسية تكون فاعلة ببقاء المحتل الأمريكي؟ لا، القرار الوطني العراقي يعتد به كأغلبية هو مع خروج القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل، واستعادة السيادة بشكل كامل أيضا على أرض العراق. أي صوت غير هذا الصوت هو ليس له قيمة. أما قصف الأمريكان للإبقاء عليهم، هاي نظرية أنا مو كلش أؤمن بها، يعني وإن ربما تكون موجودة لكن أنا مو كلش أؤمن بها. اليوم العراقيين واضح، حتى طريقة الاستهداف واضحة لمن يتبناها المقاوم العراقي أو يتبناها غيره، والأمريكان يعرفون. وكو قصة مرة يسولفون عنها، يقولون الأمريكان طلعوا يوم جامعة المستنصرية لقوا عبوة، فالمترجم الظاهر يميل للشيعة، قال له هذول تنظيم القاعدة، هذول القاعدة هاي خلوا هاي القاعدة نقتلهم كلهم القاعدة، قال لي أمريكي هاي العبوة ما تنظيم القاعدة، باوع العبوة قلبها، قال لا هاي مو ما تنظيم، هاي ما جيش المهدي. إذا يعرف السلاح المستخدم وطريقة العمل معروفة، مرة هاي طريقة المقاومة، أسلوب المقاومة، ومرة أسلوب غير المقاومة، حتى الأمريكي يعرفه، مرة الأمريكي هو يدي يستخدمها ذريعة، زين ربما تستخدم كذريعة، لكن أنا بشكل عام أستبعد هذه النظرية، وعادة ما أسمعها من كثير من الشخصيات لكن ما أتفاعل معها. أعتقد أن المقاومة
عندها القدرة والشجاعة أن تتبنى عملياتها بشكل واضح، وإذا ما تبنت عملية أنا مو هي مسويتها. زين هسه أنت حضرتك قلت بعض الكتل السياسية ما إلها صوت سواء أيدت أو رفضت بقاء المحتل الأمريكي. اليوم البرلمان داعم لقرارات الحكومة في طرد القوات الأجنبية من العراق أو التعامل معها على وفق مبدأ احترام السيادة؟ مجلس النواب سبق وأن أصدر قرار، ومجلس النواب مؤسسة مو أشخاص. مجلس النواب كمؤسسة منتخبة أصدر قرار في 5/1/2020 صدر قرار بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وهذا القرار كان بإجماع بالأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب بغض النظر عن من صوت. نعم كان القرار شيعي، والشيعة كانوا واضحين في قرارهم أنهم يريدون استعادة السيادة الكاملة على أرض العراق، ومن لم يشترك في ذاك الوقت كان محرج من علاقاته وصداقاته مع الجانب الأمريكي. طيب. أيضا تربطنا علاقات صداقة، ما عندنا مشكلة فيه، لكن السيادة أهم وأعز من الصداقة. يعني عندنا. هو ينحرج من الأمريكان ما ينحرج من العوائل اللي فقد شهدائها داخل العراق. نعم، والأضرار والسيادة وغيرها وكثير من عموما هذا موقفنا، كان موقفنا واضح، وللآن موقف واضح لدى المكون الشيعي برفض وجود أي تجاوز على السيادة من أي طرف. طبعا البعض يقول شاو إيران وتركيا، يعني احنا من نرفض امريكا معناته لازم اقول فلان. احنا نرفض بشكل عام اي تدخل بالشؤون العراقيه، نرفض اي مساس بالسياده العراقيه من اي طرف كان. لكن الان الطرف المتدخل بشكل واضح واللي جاي يعتدي على مؤسساتنا العسكريه والامنيه ويقصف المشاجب ويستهدف قاده النصر ويقصف مطار بغداد ويضرب بس امريكا، وتركيا جاي تلاحق حزب العمال الكردستاني في. بس احنا الامريكان عودونا على سيناريو يطلعون من الباب يرجعون من الشباك. اليوم الحكومه جاده في طرد القوات الاجنبيه من العراق. هاي المره سدينا الشباك قبل الباب. سدينا الشباك قبل الباب ودون نطلعهم من الباب ونسد الباب وراهم، فبعد ماكو شباك يطبون من عنده. زين عند انسحاب قادر. عند انسحاب القوات الامريكيه نتوقع اكو سيناريو مثلا ضغط اقتصادي، تلاعب بتحريك الشارع، الضغط بملفات أمنية معينة. كل هاي الأمور بحس يعني أخذها التحالف إدارة الدولة وأيضا الإطار التنسيقي أخذها في نظر الاعتبار، كلها فكر بها وأوجد حلول إلها. إذا أقدمت الولايات المتحدة على أي فعل عدائي تجاه العراق سواء كان عسكري اقتصادي خلق بلبلة، واضحة الصورة أصبحت واضحة. يعني من أي عمل يصير ما ينضم، العراقيين قادرين على تشخيص أي خلل تقوم به الولايات المتحدة تجاه العراق. أي فعل بالتأكيد راح يعني يواجه برد فعل. العراق يمتلك أيضا القدرة على الدفاع عن نفسه، والكرامة والسيادة لا تسترد مجانا. ماكو واحد يمنحك الكرامة ومنحك السيادة والقدرة مجانا. بالتأكيد لها ثمن، والعراق الظاهر بعد ما اتخذ قراره هو مستعد لدفع الثمن من أجل أن يستعيد كامل كرامته وكامل سيادته على أرضه وإدارة شؤونه بعيدا عن أي ضغوط. نعم نحن جزء من هذا العالم، نتأثر بالعالم ونؤثر فيه ونحترم العلاقات المتبادلة، لكن لا نرضى أن يفرض على العراق سيناريو معين أو يتخندق. طيب. ضد مبادئه وضد قيمه، خاصة في القضية الفلسطينية اللي الآن أصبحت ورقة ضغط مهمة في الشرق الأوسط. العراق كان موقفه واضح، لم يخضع لأي ضغط واستمر في موقفه الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ورفض يعني أن يكون طرفا حياديا أمام حرب الإبادة اللي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد أبناء شعبنا في فلسطين. أكو أطراف سياسية دفعت الحكومة العراقية للتراجع عن هذا الموقف بصراحة؟ أطراف عراقية؟ لا أطراف عراقية من الداخل السياسي العراقي. ابدا العراق موقفه واضح، كل اطراف السياسيه. نعم نسبه التفاعل متفاوته، لكن كقرار نهائي كل القوى السياسيه تؤيد موقف الحكومه العراقيه الداعم للقضيه الفلسطينيه. موقف العراق مو بالسياسي، لم يتخذ فقط موقفا سياسيا من خلال الخطابات ومن خلال البيانات ومن خلال مشاركات في الندوات والمؤتمرات الدوليه والتاثير والوساطات مع دول عالميه كبيره، لم يعني يعتمد فقط على هذا الجانب، بل ذهب أبعد من ذلك، ضغط على دول المنطقة في سبيل إدخال المساعدات وشارك في إدخال المساعدات
ولديه حوارات لم يعلن عنها، حوارات مهمة وجادة مع الجانب الدولي وضاغط في بعض المسائل من أجل إيقاف الحرب على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، وأصبحت الآن هناك فرصة لتحقيق هذا الهدف. زين، حوار لو قوة راح يطلعون الأمريكان؟ الآن الحكومة طلبت الفرصة، أعطاها الفرصة، وأعتقد الحوار جاي يمشي بالاتجاه الصحيح وأسرع مما كنا نتوقع، وهناك استجابة من الجانب الأمريكي. نعم. الجانب الأمريكي حسب اعتقادي يحاول الاستثمار وقف العمليات ضد مقراته، يحاول أن يستثمر هذا الوقف لأن اقتربوا من الانتخابات الأمريكية، يحاول يستثمر هذا بتهدئة المنطقة وبالاستجابة للضغوط العراقية لوقف حرب غزة. نعم. والخروج بشكل يحفظ كرامتهم أمام المجتمع الدولي وأمام حلفائهم وأمام شعبهم. نعم. هم يريدون خروج يحفظ شأنهم، ما يوجههم هسه احنا طلعوا بأي طريقة، مهم طلعوا. العراق استخدم أوراقه وحواره، والحكومة العراقية وفت بالتزاماتها تجاه فصائل المقاومة عندما طلبت أن تكون هي صاحبة القرار. نعم. والمفاوض هي وإيقاف الهجمات. فصائل المقاومة استجابت، وهذا فرصة أعتقد على الأمريكان أن يستفيدوا منها، وعن أطراف دولية أيضا في المنطقة عليها أن تستفيد من قدرة الحكومة العراقية من السيطرة على ملف مهم حساس في المنطقة وهو استهداف قوات أجنبية في العراق. اسمح لي أستاذ حسن أن أنتقل إلى هذه التغريدات وسنفتح معك الملف الثاني. إذن أبرز الآراء المطروحة في منصة إكس بشأن واقع الخدمات في بغداد والمحافظة. ولأن صوت المواطن حاضر في كل حلقاتنا، نذهب وإياكم للاستماع لآراء الأوساط الشعبية حول واقع الخدمات والمشاريع في بغداد والمحافظات. هسه لما يجي الرجال هذا السوداني يعني صار أكو عمل، فتح مشاريع هواي يعني توسع. وبالنسبة للخدمات هي العافية أبو البتداري نسميها إحنا على قولة المثل، وإن شاء الله يعني قادم الأيام من يعني أحسن إن شاء الله، وتكمل مشاريع خطوة خطوة ونحن أرضى شريد إحنا. المشاريع المتلكة هو سبب الفساد الإداري، لأنه تعطى إلى شركات وهمية يأخذون الحصة المقررة مقدما ويتركون المشروع. بالنسبة للجسر والطرق اللي دسرها الأيام هاي ما شاء الله عمل رائع، وعاشت إيدهم على العمل الدؤوب. نفتح ملفنا الثاني وراح نتحدث به ايضا مع النائب السابق حسن فدعم الجنابي عن واقع الخدمات والمشاريع في بغداد والمحافظات. حياك الله مره ثانيه. حياكم الله حسن. المشاريع في العراق جيده حتى الان والمواطن يثني عليها، ولكن السؤال هل تلبي مستوى الطموح؟ انا اعتقد ما ينجز الان في بغداد قبل لا ننتقل للمحافظات لم ينجز مثله من سبعينات القرن الماضي. ما بدي اقول الثمانينات، اعتبار الثمانينات كانت حرب. زين. وما أنجز عمل كبير جدا
انا ما جاي استغرب اشوف بعض القنوات كانت والمواقع والصفحات اللي كانت تشكو وتحكي وساكته هسه. زينتم تعرفون بس تنتقدون، تعرفون بس تسبون، وين ماكو شيحه، وين ماكو فطر، وين ماكو تصوروه وتنزلوه، يعني بس طاقه سلبيه. خو يوم ذكروا الزين وذكروا المو زين هم نقبل. اما هاي صمته صمت القبور، لا تقدر تحكي تقول ماكو خدمات باعتبار اليوم بغداد مقلوبه قلاب بالشغل. ولا تقدر تقول هاي اكو خدمات، لا تقدر تقول ماكو، لا تقدر تقول اكو، ما تقدر تقول اكو لانها يخالف سياستها التشاؤميه السلبيه. وهاي القنوات سكتت، وانا اتمنى يعني بعض المغفلين اللي كانوا يطبلون وراهم يعرفون انه هذولاك كانوا محرضين، مو همهم نقل المعاناه، هم محرضون. لما شافوا هذه المعاناه بدات ترفع بدات تصير خدمات سكتوا، والقنوات الرسميه فقط هي اللي جاي تظهر ما ينجز. لكن على الارض المواطن جاي يشعر، جاي يشعر اكو شيء مختلف تماما. هذه القنوات حتى تفشل عمل الحكومه، تقلل من شانها في عين طبعاً المواطن، طبعا جاي يخلقون مشاكل جانبيه. لكن الحقيقه وشمس النهار ما يحجبها غير بال، وما ينجز الان كل شوارع بغداد طبها تلقى عمل. الان حكوماتنا المحليه في المحافظات توها تشكلت، صار اسبوعين، واللي صار اسبوع، واللي صار له 10 ايام، صحيح توها شكلت حكومات محليه جديده. الحكومات السابقه كانت اما منتخبه من مجالس محافظات 2013 او مكلفين من قبل رئيس وزراء وكاله. نعم تونا شكلنا حكومات محليه مجالس محافظات ومحافظين. وانا ادعو شعبنا في كل محافظات العراق التمسك بالاستحقاق اللي اسمه انتخابات مجالس المحافظات. هذول هم يمثلونكم، هم يمثلون طموحاتكم، مو مجلس النواب. مجلس النواب دوره تشريعي رقابي في الحكومه الاتحاديه، ما يمثلكم في المحافظه هو مجلس المحافظه والمحافظ. المجالس السابقه اذا كانت بها سلبيات وبها اخطاء واشخاص خاطئين، فهذا خياراتنا نحن اللي اختاريناها، يكون الاختيار يتحسن نوعا ما، ونضغط بالرقابه الشعبيه على الخدمات، ونضغط بايصال صوتنا للمحافظين ومجالس المحافظات اللي يمثلوننا في المحافظات. من اللي يكون مراقب على دور مجالس المحافظات؟ اكو جهتين تراقب مجلس المحافظه، الجهه الاولى والاهم هي الرقابه الشعبيه. الصوت الشعبي صار عالي وواضح جدا، يوم كل عضو مجلس محافظه يوميا يلتقي بمئات من الناس ويسمع ويتابع بالسوشيال ميديا وكذا، والمحافظ كذلك. والمحافظين والمجالس اجوا ضوافق تحدي الان. زين. هم قبل كانوا يقولوا مجالس فاشله، مجالس حراميه، مجالس كذا. اكو محافظين نجحوا وصاروا عباره عن ايقونه للسياسيين، تعالوا مو هذول نجحوا ايش بيكم انتم. فالان من تسمع محافظة بابل يجي يطلع المحافظ بابل يقول اني عازم اخلي بابل افضل من المحافظات اللي نجحت. تحول التنافس خدمي بدل ان يكون تنافس سياسي، هذا شيء ايجابي. نعم من حق هاي الجهه السياسيه تدخل بالانتخابات وتقول احنا اشتغلنا الشغل الفلاني. بس نفس الوقت من حق الشعب ايضا ان يقيم هاي الخدمه. ليش اكو تباين؟ ليش هسه بغداد بيها مشاريع بقيه محافظات ما بيها نفس المشاريع؟ المشاريع في بغداد تبنتها الحكومة الاتحادية باعتبارها عاصمة، أما المحافظات فكان رئيس الوزراء ينتظر إنجاز مجالس المحافظة، هذا استحقاق انتخابات مجالس المحافظات، وتشكي محافظين منتخبين مو مكلفين. الآن تحققت هذه الخطوة وأطلقت الأموال حسب معلوماتي قبل 6 أيام يمكن أعلنت وزارة المالية بإطلاق الأموال للمحافظين، وبدء حلقة يعني أنا أتوقع منها إلى 4-5 أشهر راح تبين مشاريع في يعني نشوف اكو مثل ما موجود في بغداد شوارع على ارض الواقع، شوارع محفره، جسور، شنو. طبعا خلي شعبنا يتحمل العمل، مو مجانا مو بلاش، لازم اكو تراب واكو حفره واكو كل نتحمل نصبر. والله المواطن قابل بس يشوف نتائج بالفعل على ارض الواقع. البدء بالبنى التحتيه مو ترقيع تبليط شوارع وساحات ونافورات وحدائق، نبدي لازم من جوا القاع نشتغل بالبنى التحتيه بالمجاري، لان هي اساس الحضاره واساس التحضر. تدرون مدينه بابل الاثريه قبل يعني قبل وقت المسيح عليه السلام ب 2000 سنه ما ادري 1000 سنه بها مجاري، ذاك الوقت مسوي مجاري بنى تحتيه. نجي احنا ورا 3000 سنه محافظه بابل نسبه المجاري بها 11%، جريمه. ذاك الزمن ما كان اكو فساد اداري، اليوم الفساد الاداري اكبر مخاوف. قصد الحضاره، احنا اهل الحضاره، احنا اهل الحضاره. العالم ما كان بمدن حضاريه، كان بدو ورحل وغابات وهنود حمر، الجميع بابل كانت عاصمه. لكن اليوم المواطن عنده خوف من الفساد،
يقول لك مجالس المحافظات راح تشكل بنفس الوجوه بنفس الفساد، بالتالي كل شيء المواطن ما راح يفتهم من عته. ما أتحدث عن بغداد، أتحدث عن بقية المحافظات اللي ما شافت شيء على أرض الواقع. الفساد كلمة حقيقة هي يعني شيء فضفاضة تطلق كاتهام، احنا نحكي عن واقع. زين، واقع الحال في المراحل السابقة اكو سوء إدارة اولا، فساد ثانيا. احنا عفنا الاول اللي هو الاهم، سوء الإدارة تكلمنا بالفساد. الفساد سوء الإدارة دا عولج يتعالج الفساد. عندنا محافظات نجحت، هاي ما بيها فساد، انا ادري مطلع مو احكي، بيها فساد بقد سليمة. لكن أكثر المحافظات العراقية فساداً إدارة، لكن بها إدارة، ما عندي يعني مصدر على إدارة قيس منه أكثر، بس بشكل عام أكو محافظات فاشلة 100% ومشاريعها فاشلة وواضحة جداً. يعني مثلاً صلاح الدين على سبيل المثال، هي موازنتها وما خصص إلها في مراحل سابقة كإعادة إعمار المناطق المحررة وغيرها، خلينا نقارن بينها وبين الرمادي، بينها وبين الموصل، وين اكو ماكو وجه مقارنه. هسه ما اذكر محافظات اخرى. البعض يقول لك التخصيصات الماليه ما توصل لنا، فالمشكله بالتخصيصات الماليه لو بالاداره المحليه. لا، الاداره، سوء الاداره كان هو السبب الاساسي والاول. اما الفساد فالفساد موجود بكل العالم ولا راح ينتهي. ما جينا شعبنا اليوم خدعه ونقول الفساد راح ينتهي، لان تراكم فساد حكومي وفساد شعبي. فساد الحكومي الحكومه كفيله بمعالجته، الفساد الشعبي شلون نقدر نعالجه؟ اليوم لما يجي واحد ياخذ كارت موبايل لو سبيس ويروح ينتخب، لو يتجاوز على الرصيف، لو يسوي مدري، هذا هم فساد. اكو جزء من الفساد عليه يا استاذ حسن. نعم؟ وين الدور الرقابي عليه؟ صحيح. وين القانون اللي منعه من التجاوز على الممتلكات؟ صح، هذا نحكي على القانون. بس اكو يعني تقول احنا هم حتى بالحكومه لما هذا بتوقيع يقدر ياخذ له مليارين ثلاثه بتوقيع، ويقدر ب 100 لوف يلوف ويوقع، هذا هم فاسد، هذا فساد الحكومي. ليش نحكي على هذا فقط؟ ما عن جانب آخر من الفساد. الفساد يجب أن يحاسب بمسطرة واحدة، سواء كان فساد حكومي أو فساد إداري، يجب أن يكافح. من يكافح؟ لازم يكافح الأدوات النزيهة، الأدوات النظيفة تكافح. وينها يا أستاذ حسن؟ لا، أكو حالة قلت قدام ما راح يتعالج بشكل كامل 100%، لا قبل صارت ولا راح تصير. يجوز فقط في حكومة العدل الإلهي تحت راية الحجة المنتظرة عجل الله فرجه نخلص من الفساد. أما الآن ما دام الإدارة هي بيد البشر الخطاء، بيد البشر المخطئ، نعم ممكن تقل مرة ممكن تزود، صحيح، لكن نعتقد أن حكومة الإطار التنسيقي الآن الموجودة، أنا ما أسميها حكومة السوداني، لأن الحكومة هي مو حكومة السودان، حكومة الإطار التنسيقي، النجاح اللي جاءت نجحة حكومة الإطار التنسيقي، وما نشوفه في بغداد من حكومة الإطار التنسيقي من عمل دؤوب والنية الصادقة والزخم الكبير في المحافظات الآن بدأ، هي نيات صادقة في مواجهة الفساد ومواجهة سوء الإدارة. ومن شفنا الجهات السياسية أطلقت خيرة رجالها للمحافظات، يعني من عضو مجلس نواب ورئيس كتلة ينزل يروح يصير محافظ وهو أقل، نائب درجة وزير وهو رئيس كتلة ويروح يصير محافظ. إذا ناوي هذه الجهة السياسية والجهات السياسية الأخرى أن تدعم خيرة رجالها وتدفعهم باتجاه الخدمة الحقيقية لمحافظاتهم ويدعموهم في بغداد، لأن يعتقدون أن نجاح هؤلاء هو نجاح إلى جهاتهم السياسية، والنتيجة إيمان شعبهم واستعادة ثقة شعبهم بهم مرة ثانية. طيب، ليكون ممثلين في مجلس النواب. فيما يتعلق بصفقات الفساد والكوميشنات اللي كانت تعرقل بعض المشاريع، واليوم أكو مشاريع متلكئة حتى هذه اللحظة وهي عبء كثير وكبير على حكومة السيد محمد الشاع السوداني، اليوم هذه الصفقات السياسية الفاسدة ممكن تمرر لو أكو رقابة عليها؟ والله أنا معلوماتي إلى الآن أكو، ما أقدر أنكر أقول لا ما أكو، إلى الآن أكو أرقام مبالغ بها، أكو مشاريع مبالغ بها بالأسعار. خلنا نأخذ مثال بناء المدارس الصينية. زين، شنو المدرسة الصينية مليارين وثلاث مليارات، ما أعرف إيش قد الأرقام بالدقة، ليش يعني هاي الأرقام مبالغ بها؟ ها صحيح، مو بحكومة السيد السوداني، هي حكومة الإطار قبل حكومة الإطار، لكن بشكل عام هاي يجب أن يعني تواجه، أن تقلل، أن يعاد النظر بها. من قبل منو يعاد النظر بها؟ قبل الحكومة، قبل هناك دوائر مختصة في وزارة التخطيط وفي مجلس الوزراء وفي المحافظات،
وإعادة النظر في هذه المشاريع والأرقام الخيالية اللي أحيلت بها. طبعا ديش أغلبها مشاريع أحيلت اتحاديا يعني من خلال مجلس الوزراء بقرارات مجلس وزراء، ووزارة التخطيط صادقت عليها، بس أرقام مبالغ بها في الأسعار ويجب إعادة النظر على الأقل فيما تستطيع إعادة النظر إلى، وبدء مشاريع جديدة بأسعار حقيقية. هذه الأرقام ممكن بدل ما نبني بها مدرسة نبني 3 مدارس بها. فأعتقد هذه الأرقام الحكومة مش منتظرة يعني ما تتابع هذا الملف، خاصة لا توبع هذا الملف حسب معلوماتي بهدر كبير للأموال. حكومة السيد السوداني وحكومة السيد الإطار بشكل عام ورثت 6000 مشروع متلكئ على مستوى العراق. أنا طبعا الرقم أعتقد أكثر، بس هذا اللي أعلن عنه على الأقل رسميا. أنا أعتقد الرقم أكثر بكثير، لأن فقط في بابل كان عندنا يمكن 1000 وكسور مشروع أما مستمر أو متلكئ. عموما 6000 مشروع أو أكثر، نعم معلوماتي الآن أكثر من 4000 وكسور 800 و700 تم البدء به من جديد، بعضه أنجز وبعضه في طور الإنجاز. كان متلكئ متوقف، مثلا طريق هذا مع سريع الدور الجديد يمكن طوله 13 كيلو على ما أعتقد، 13 كيلو هذا محال بال 2008 أو 2010 محال، أنجز في 2023 في حكومة الإطار أنجز هذا، وكان متوقف بسرعة مولة وأدام العمل فيه وعادة الشركة. ملعب التاجيات متوقف من 2013 يمكن أنا ما أتذكر، متوقف العمل به يعني قبل 10 سنوات أعيد، أو 2011 توقف الآن أعيد العمل به. وهاي المشاريع 4000 وكسور مشروع على مستوى البلد، وهاي الألف ما تبقى من عدها 2000 وكسور. أعتقد أيضا أكو لجان مختصة في مجلس الوزراء جاي تتابع، في مكتب رئيس الوزراء جاي تتابع إعادة إنجازها. وهناك مشاريع جديدة شفت الخطة اللي رايحة بها الحكومة خطة جيدة، هي الذهاب باتجاه البنى التحتية والمشاريع الكبيرة، مو أوزع قطع أراضي ما مخدومة وتعال الناس تروح تبنيها. بناء المدن المتكاملة هاي تقلل من زخم المروري، هي اكو مشاريع استراتيجيه، مشاريع كبيره. هذا اعتقد يعني الدوله جايه تمشي باتجاه صحيح، لكن هذا بعض المشاريع او اكتمال الصوره اعتقد يحتاج الى مؤخر من سنتين أطلع. البرلمان يراقب الانفاق من الموازنه على هذه المشاريع او على التخصيصات الماليه لمجالس المحافظات؟ مجالس المحافظات هي اللي تراقب المحافظين وادائهم، اما البرلمان فيراقب اداء الوزارات وانفاق الوزارات وتنفيذ البرنامج الحكومي اللي اعدتها حكومه الاطار. اعتقد ما الاحظه من يعني من بعض اخواننا النواب، اليوم كان عندي قاعده مع بعضهم، شفتهم جاي يتابعون بشكل دقيق، كل من حسب لجنته جاي يتابع تنفيذ البرنامج الحكومي ويتواصل مع الحكومه في قد ما يجد نقاط ثغرات. اللي حلو بهاي الدوره الانتخابيه النواب جاي يرسلون ملاحظاتهم للحكومه، مو يطلعون يشهرون بالاعلام. طبعا بنسبه ما، مو بشكل عام، بنسبة جيدة جاي اشوف النواب ما يطنعون بالاعلام ويحجون. اكو اشكال على هذه الدورة البرلمانية بانها ضعيفة وما قدمت قوانين مهمة استراتيجية. رئاسة المجلس ضعيفة، لان من يعني رئاسة السيد الحلبوسي وخروجه من مجلس النواب ومجيء السيد مندلاوي الجلسات اصلا قليلة، ماكو جلسات، يعني هسه نحسب جلسات من انعقادها الى الان ايش قد؟ زين شنو السبب؟ الوضع الارتباك هذا، الوضع السياسي اللي صار، السيد الحلبوسي كان يعني مهمل للجلسات حقيقة، يعني كان مهمل للجلسات ومو فاعل. هو مهمل لو يتعمد الإهمال. أعتقد الوضع السياسي كان الاقتراب من مجالس انتخابات مجالس المحافظة، هو عنده حزب يرأس حزب، ودخلنا في بداية الأمر في نفق التحالف الثلاثي وغيره، مشاكل كبيرة كانت في الدولة وفي الحكومة العراقية وفي الوضع العام السياسي، وهو انشغاله بإدارة هم حزب عنده وتنافس سياسي داخلي في المكون مالته نفسه في محافظته في أماكن أخرى، وقيادة المجلس النواب، وقيادة مجلس النواب يحتاجها تفرغ كامل في إدارة مجلس النواب. هسه نائب رئيس مجلس النواب متفرغ، ليش ما يبدي يشرع بالقوانين؟ وهذا عنده قرار من المحكمة الاتحادية بالاجتماع بمجلس النواب، نعم، وبالتالي تمرير القوانين المهمة. كثير من القوانين المهمة تحتاج إلى موافقة المكونات، إحنا بلد مكون ولا بالأعداد الشيعة هم أغلبية يروحون. ما هو هذا هنا السؤال؟ إحنا بلد مكونات، يكون رأي المكون الكردي في هذه المسألة الوطنية، رأي المكون السني. المكون السني يشعر الآن بعدم وجود رئيس مجلس النواب يمثله،
يشعر انه هيش قرارات راح يعني تتهم فيما بعد هذه القرارات انها قرارات اتخذت بغيابهم. فيحاول السيد المندلاوي ان يدير المجلس بطريقه احترافيه يرضي الاطراف الوطنيه جميعا فجاي تجي ويرضي الاطراف الوطنيه بس ما يرضي الشارع العراقي. انا اليوم حتى اجامل مكون معين اخر قوانين مهمه ينتظرها. ما واقفة الدوله على هذه القوانين، يعني ماكو قوانين اليوم واقفه الدوله على تشريعها، نعم لو شرعت تكون افضل. بشكل عام يفترض خلال هذا الاسبوع القادم ينتخب رئيس مجلس نواب، وأمنا بالأسماء المطروحة كبير، ونعتقد أنهم بعيدين عن هذه الانشغالات اللي كانت مبتلى بها. منو أبرز الأسماء المطروحة حتى الآن؟ أنا في تقديري حسب علاقاتك مع مجلس النواب وحسب ما تسمع، في تقديري أكثر شخصية قادرة على إدارة مجلس النواب في الوقت الحاضر هو السيد سالم العساوي. أكو اتفاق عليه؟ لا ما أكو اتفاق عليه، لكن أنا في تقديري باعتبار هو زميل وأخ وكلهم زملاء وأخوة محترمين، لكن حسب تقديري لما اشوف من واقع رجل ما عنده حزب، ما يقود حزب هو، فما راح ينشغل بحزبه وتنظيمه. بس المكون السني حصرا يريد رئاسه مجلس النواب من حزب ثلاث تقدم. كتل سنيه من اربعه، ثلاثه من اربعه اجمعوا على السيد سالم العساوي وترشحوا بشكل رسمي. واتمنى على المكون السني ان يكون هو خيارهم الوحيد وان يمضون، وهو رجل ذا كاريزما جيده، مقبول دوليا، مقبول اقليميا، مقبول وطنيا، وهو لا يمثل اي عداء لاي طرف سني، هو رجل يعني ما عنده ما متخندق. هسه تتوقع اذا صارت رئاسه مجلس نواب جديد البرلمان راح يلعب دور حقيقي؟ نعم اتوقع. لو هم راح يكون على غرار ما فعله السيد محمد الحلبوسي؟ انا اتوقع السيد سالم هو خاصه نائب سابق، يعني هو مو بس في هاي الدوره، هو نائب في الدوره الثالثه. اذا غير السيد سالم، هسه اذا هو بحسب ما تفضلك به فهذا جيد، لكن لو اجى غيره أخشى أن يأتي لرئاسة المجلس شخص يحرك بالريموت كنترول، وإذا جاء هذا الشخص فلازم نغسل المجلس النواب، نغسله ونكفنه وندفنه إذا أجا شخص بهذه الطريقة. زين أنتم أغلبية بإمكانكم التصويت إذا كان هذا الشخص تعرفوا أنه يدار بالريموت كنترول، ما أنتم من حقكم ما تصوتون عليه بالتالي، وهذا خياركم لحماية البرلمان وحماية العملية السياسية. نعم، لذلك في الجولة الأولى بعد ما شافت الاطراف اللي تريد لها رئيس بالريموت كنترول يتحرك، حاولوا يعطلون الجلسه ويخربوها. لا يمضي شخص لديه كاريزما ولديه قدره على اداره الملف النيابي بعيد عن الريموت كنترول. والى الان تمارس الضغوط، وانا اتوقع ان الموضوع سيحسم قريبا باتجاهات الصحيحه. طيب اكو ضغط شيعي على قرارات المكون السني في اختيار رئيس البرلمان؟ لو هذا قرار سني بامتياز، اكو شروط فرضها الاطار التنسيقي على المكون السني سياسيا انه والله لازم تختارون هذا الشخص دونا عن هذا؟ المكون الشيعي ما يتدخل في خيارات المكونات الاخرى، لا الكرديه ولا السنيه، ما يقول لهم اختاروا فلان. طيب لكن عندما يختارون شخص ويكون مقبول يصوتوا له، اذا كان شخص هذا غير مقبول فيه مميزات معينه لا تتناسب مع موقعه اللي كان المفترض ينشغل كرئيس جمهوريه او رئيس برلمان، بالتأكيد المكون الشيعي يقول هذا الشخص غير مؤهل أن يقود هكذا مؤسسة مهمة، كما الآخرين في مواقف سابقة أيضاً رشحت أسماء من قبل المكون الشيعي إلى رئاسة الوزراء وكان عندهم آراء واحترمت آراءهم واستبدل المرشح. نعم. المكون الشيعي مع العلم إحنا نستطيع كمكون شيعي أن نمضي في مرشحنا دون الحاجة إلى آراء الآخرين، لكن احتراماً للحالة الوطنية فهاي المسطرة تسير على الجميع. شكرا جزيلا سيادة النائب السابق الأستاذ حسن فدعم الجنابي، كنا ضيفي في الملفين لهذا اليوم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. والآن سادة الأكارم الانتقال إلى الموجز الخبري للحصاد. الشيخ همام حمود يحث قوى الإطار في نينوى على حفظ وحدته والتحلي بروح الشراكة بعيدا عن الأنانية. رئيس الجمهورية عبد اللطيف يدعو القوى السياسية والكتل البرلمانية لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. السوداني يوجه بتأسيس مركز لتدريب وتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم وتسيير التحاقهم بالعمل في القطاعات النفطية. رئيس هيئة النزاهة يعلن عن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان شارك في معركة الفساد. ومديرية الاستخبارات العسكرية تعلن الإطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك.
حصادنا انتهى لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.